السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع قانون النفس في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. النفس هو الإنسان نفسه. النفس لها قوانينها الخاصة بها في حياة الدنيا وفي حياة البرزخ وفي حياة يوم القيامة. ففي حياة الدنيا والجسم حي ونحن نيام، لها قانون يختلف عن قانونها ونحن في صحوة ونستعمل عقلنا الواعي. في حياة الدنيا تكون النفس ملازمة جسمنا المادي أينما ذهبنا ونحن في حال اليقظة، فيكون لها قانون ما دامت في جسم الإنسان. خلق الله للإنسان العقل والشهوة. العقل لنستعمله في حياة الدنيا المادية للتفكير والتمييز ولمعرفة ما حولنا عن طريق الحواس الخمس، فيجب أن يكون تفكيرنا صحيحا وإلا النفس عوقبت. ولوجود الإنسان في الدنيا النفس تشتهي الماديات، فهي التي توجه الجسم، فيجب فعل الخير والابتعاد عن الشر والمحرمات، وأن لا تتحكم الشهوة على عقلنا بعمل المحرمات. فإذا الشهوة تحكمت على العقل فيكون الإنسان بمستوى أدنى من البهائم، فيجب الابتعاد عن الشهوات المحرمة التي حرمها الله. النفس عند النوم العميق تغادر جسم الإنسان، فيصبح للنفس قانون آخر، فتصبح النفس تشاهد أشياء بينما عيوننا تكون مغلقة ويكون عقلنا الواعي نائم لا يفكر، وعداد الحسنات والسيئات يتوقف، لأن الله لا يحاسبنا على شيء فعلناه بدون وعينا ونحن نيام. فالنفس تصبح تشاهد شجر وحدائق وأنهار وألوان ونور وأشياء مفرحة، وتصبح تشاهد وتخاطب من انتقل إلى عالم حياة البرزخ، فيصبح لديها وسيلة ثانية للإدراك والمعرفة والرؤية والسمع والإحساس. والوسيلة الثانية ليس لها علاقة بالعقل الواعي أو حواسنا الخمس، فتصبح النفس غير متقيدة بنظام المادة، فتصبح تتحرك بسرعة أسرع من الضوء، وتصبح النفس ترى بنور البصيرة وليس بنور العين، وتستخدم العقل اللاواعي بدل العقل الواعي لما يناسب قوانين عوالم البرزخ، وينعدم الزمن فلا يكون لديها زمن. وعند الاستيقاظ من النوم ترجع النفس بسرعة للجسم النائم، فيستيقظ العقل الواعي ويبدأ الإنسان يستخدمه لمتطلبات حياة الدنيا، وتكون النفس مسيطرة على الجسم وخاضعة لقانون عالم المادة. النبي عليه السلام كان يستطيع الرؤية بعيونه وببصيرته الموجودة في القلب الروحي سواء كان نائما أو يقظا. فعند موت جسمنا المادي عند الأجل المسمى تغادر النفس الجسم وتذهب إلى حياة عالم البرزخ الذي له قوانين وضعه الله له. هذا العالم ليس غريبا على النفس، لأنها جاءت منه وسكنت في الجسم الذي يتكون في الرحم. وعند يوم القيامة يخلق الله لنفسنا التي في حياة البرزخ جسما جديدا جميلا لا يعلمه إلا الله، وينتهي عالم حياة البرزخ وبنظام آخر، وهو أرقاها وأعلاها من كل القوانين السابقة التي كانت في حياة الدنيا وفي حياة البرزخ. إذا أعجبك هذا الفيديو أعطيه لايك
وإذا تحب مشاهدة فيديوهات أخرى اعمل لي فولو وشكراً.